اولا ما كانش يمكن يكون اجتماع بيني وبين السي بنكيران عندما صدر البلاء، لان هو في المغرب وانا خارج المغرب. ثانيا لم نتداول نهائيا، لا في تعويض السي الزين، ولا شفت السي بنكيران فعلا يوم الاحد في اطار اخر قلت ديال هذا، ولكن جبدنا هذه القضيه، وكان هو بنفسه نفس الموقف، وهو انه ينتظر يعني النتائج ديال اللجنه.